أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم تسود أحوال غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، تحديدا المنطقة الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، هي عبارة عن حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي وتعطل زخات رعدية من الأمطار. نستعرض تفاصيلها في هذه النشرة، لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تسود أجواء غالبا صافية، 38 درجة مئوية الملموسة، 34 رطوبة منخفضة، والرياح تكون غربية معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون نوعا ما جيد. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، أحوال جوية غير مستقرة في سكاكا 34 إلى 22، نفس الأجواء في عرعر مع 32 إلى 19، أما تبوك فرصة زخات خفيفة من الأمطار مع 33 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة رياح نشطة 40 إلى 25، جدة 32 إلى 27، مكة المكرمة 40 إلى 28، والطائف زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية مستقرة أيضا، الباحة 25 إلى 16، أبها 27 إلى 15 عفوا، وجازان طقس صافي 34 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 38 إلى 24، الإحساء 41 إلى 23، ونفس الأجواء في منطقة حفر الباطن. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 39 إلى 25، بريدة 39 إلى 22، أما حائل فرصة لزخات من الأمطار 35 إلى 16 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.